نبقى في العراق ولكن في ملف آخر، فرغم إعلان الانتصار قبل 5 سنوات على تنظيم داعش إلا أن ضربات التنظيم ما تزال تستهدف العراقيين وتوقع قتلى وجرحى. أعنف هجمات التنظيم مؤخرا وقعت في قرية البوبالي التي تقع على بعد 70 كيلومترا شمال بغداد، حيث قتل عسكريون ومدنيون من أبناء القرية. وبحسب عقيد في الشرطة العراقية تحدث لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن عناصر داعش يختبئون في المناطق الريفية ويواصلون شن الهجمات بشكل متفرق. ويشرح قائم مقام قضاء الخالص حيث تقع البوبالي أن المنطقة أصبحت منطقة عبور للمتطرفين، خاصة وأن الحدود غير ممسوكة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين. وبحسب تقرير لمجلس الأمن الدولي نشر في يوليو من عام 2022، يملك التنظيم ما بين 6000 إلى 10000 مقاتل منتشرين بين سوريا والعراق، يتركز معظمهم في المناطق الريفية. التحدي إذن ما يزال قائما، ويبدو أن على أجهزة الأمن العراقية تدارك الأمر سريعا. منتظر الرشيد من بغداد. قوات الأمن العراقية تعمل على كبح نشاط تنظيم داعش في المثلث الذي يربط محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى من خلال الآتي: رصد تحركات تنظيم داعش وتوجيه ضربات جوية استباقية إلى مخابئه في المناطق البعيدة، الاستعانة بكاميرات حرارية وطائرات مسيرة لمنع عناصر التنظيم من الاقتراب من القرى والبلدات النائية، تجفيف ما تبقى من مصادر تمويل التنظيم داخل وخارج البلاد، وأخيراً ضبط الحدود مع سوريا عبر إقامة جدار وخنادق مزودة بكاميرات حرارية. بعد الهزيمة النكراء التي ألحقتها قواتنا الأمنية البطلة من تنظيمات إرهابية متمثلة بداعش الإرهابي، وبعد أن كان وجودهم علنيا وبعد الهزيمة أصبح وجودهم مخفيا، ويتمثل هذا الخفاء بالخلايا النائمة، وهذا يتطلب جهد استخباري ساند الجهد الميداني. بعد انتهينا منه، بعد خروج داعش اللي ظاهر يعني اكو صاد تصير نوع من المشاكل على الحدود بيننا وبين سوريا، فنتمنى ان شاء الله من حكومتنا انه تحاول تحل هالموضوع عن طريق يعني التركيز على الدعم اللوجستي والاستخباري قواتنا الامنيه، وكذلك ممكن الاستعانه ب أهالي المحافظات أو أهالي تلك المناطق الحدودية. يعني يجب توفير كافة الأجهزة اللي ممكن أنه تفيدنا بحماية الحدود، اللي هي ممكن تكون كأنما كاميرات حرارية، ممكن تكون أجهزة إنذار، رادارات، أي أجهزة ممكن توفر، ممكن نستفاد من الدول المتطورة بهذه الإمكانيات اللي وصلت لها. نفعل الجهد الاستخباراتي للقضاء على فلول داعش الإرهابية وباقي المجاميع الإرهابية. ثانيا، وضع قوات إضافية على الحدود بين العراق والدول المجاورة للخلاص من داعش الإرهابية.